السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أخواتي إخواني محبي ومتتبعي ومشجعي ومدعمي قناة فتي حسن تيرف، أخوكم فتي حسن. ليلة سعيدة جميع إخواني أخواتي المغاربة داخل وخارج أرض الوطن. تحية لباريور العرب والأفارقة اللي يدعمونا ويشجعونا. كوم جو باس لو ريميرسيمون اتولي باريور دي موند كي نز انكوراج. تحية وترحيب بالناس اللي طافوا جداد للقناة، كنقول لكم أهلا وسهلا ومرحبا بكم وسط خواتاتكم وخوتكم في قناة الأصدقاء، قناة أهل والأحباب، قناة اللي كنفوجو كنضحكو كنشطو فيها، القناة اللي كنواسيو فيها بعضنا ونصلو الرحم مع بعضنا، القناة اللي كنستافدو فيها معنويا وماديا. اللي أول مرة غيشوف القناة ديالنا يضغط على زر الاشتراك ويفعل الجرس بالكل باش يوصلو منا كل جديد في حينه. تحية للجالية المغربية من هذا المنبر اللي كيدعمونا ويشجعونا. كوم جو باس لو ريميرسيمون التو اتوس. بور فو زونكوراجمون لا شين. اخواني اخواتي اللي طلع يشجع القناة بالبصمة بالاعجاب وبالبارتاج، القناة اللي ما كتبخل عليكم بوالو، قناة اللي كتجتهد كتبحث كتوصل لكم المعلومة بكل صدق وبكل أمانة، قناة اللي كتمنى من الله سبحانه وتعالى يجعلها سبب ومفتاح ربح لكم وغنكونوا جد سعداء. حنا ما كنخلصوا حتى واحد من جيبنا، الشعار ديالنا الله يجيبها سمينا للجميع. لهذا مطلوب منكم فقط تشجعوا القناة وتدعموها بتزيد الأمام البصمة بالإعجاب والبارتاج، وغتكونوا جد مشكورين. لي لايك لي لايك لي لايك. ومن هذا المنبر كنشكر لي زابوني ديالنا كاملين، كنقول لهم شكرا على الثقة ديالكم والدعم ديالكم للقناة. كيف ما شفتوا إخواني أخواتي أن لي فيديو كما قلنا لكم دائما كنقولوها وغنعاود نقولوها لكم، رغم القصار ديال الوقت ديالهم راه كيكونوا والله العظيم الا مملوئين ماشي غير يعني بالخدمه ولا، كنعطيوهم اكثر من حقهم، كنحطوا فيهم داك العصاره ديال داكشي اللي كنتوصلوا ليه. بحال راكم حاضرين معنا في اللايف، وكنشكر كاع الناس اللي كتحضر معنا في اللايف وكتشجع القناة. كيف ما شفتوا لابواط نوار عطاتكم لو 4 لو 15 اي لو 18، رجعوا لا ديرنيير ميني ديال لاشين عطاتكم لو 4 لو 15 وعطاتكم لو 11. هادشي ماشي مهم، لابواط نوار عطاتكم لو 17. الى عقلتوا على واحد القضيه قلت لكم ما كاين شي حاجه كدور وراء الكواليس على الرقم الفلاني والرقم الفلاني والرقم الفلاني، باش تعرفوا بان راه ما كنبخلوا عليكم بوالو، راه بحال هاد المعلومات هادو راه سي با فاسير، راه ماشي ساهلين باش تجيبهم. سو سون زعما دي زانفورماسيون دو كوليس، يعني الا ما كنتيش قريب 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 ما تجيبش بحال هاد المعلومات هادو. دونك وتسهلوا كل خير، ولكن دعموا القناة ولا بدا نديروا القوالب. يلا اخواني اخواتي الله يحفظكم الله يحفظكم اللي طلع يدير البصمة. كيف ما شفتوا غنرجعوا لا سيليكسيون ديالنا، غادي نلقاو 15 كات هما الاولين طريق ديال الاوردر، ولكن الاربع عثرنا عليكم كلشي. هادشي علاش كنبغيكم تجتهدوا وتقلبوا، راه غتلقاو الكانت غير تمايا، ولكن عطيناكم الطريق ديال الاوردر 15 كات راه 18 راه 11 و 17 كان هو لو برومي ديال لي سيربريز.
دونك بالنسبة لنا المعلومات كانت قيمة، كانت في محلها، كانت في بلاصتها، يعني داك الشيء اللي على العاتق ديالنا راه وصلناه لكم بكل صدق وبكل أمانة، ونتمنى أنكم تكونوا استفدتوا معنا اليوم. يلا خويا، انت ولا انتي اللي قبلتي دابا في هاد اللحظة وكتصنتو طلقي اللودينة، يلا لي لايك لي لايك لي لايك، وبصموا بلا ما تخمموا ولا تحشيموا، شجعوا القناة حفظكم الله. غادي ندوزو ان شاء الله، غادي نمشيو للكانتي ديالنا ديال غدا لو 2/10/2022، جوج اكتوبر 22، اللي غيكون في باري لونشون في نفس التيران ديال اليوم، رينيون 1 كورس 4. هذا ستان لو غران بري دو قطر اللي فيه 5 مليون الاورو، يعني علي ما بغاش يتقاتل عليها الخوت، زعما الصراحه كون عدونا حتى حنا نجريو معاهم نجربوا حظنا نجربوا حظنا، ما نعرف ربما هنا نصدقهم تواكرهم وضاربين الراس بحال غدا ان شاء الله، عقلوا على هادي. بون سي دي بلا 2400 متر لا غراند بيست دو باري لونشون، لو سول فا اتر تري سوبل، كاين الغيس، لانديس بينيتروميتريك ديالو غيكون اونتر 3.7 ا 4، دونك كاين الغيس. لاكورد ادروات مجمعه غدا، كاينين 20 بارطا 20 ديال المتبارين وفيهم لي زيترونجي. الديبار ان شاء الله غيكون 15:05 ثلاثة وقسم بالتوقيت ديال المغرب الزين الغزال الجميل الحبيب بيه بماليه، اللي كنتمنوا من الله سبحانه وتعالى يحفظه وينجيه ويحفظ جميع المغاربة أينما حلوا وارتحلوا. لالين دروات جد ممتازة 600 متر، نص كيلومتر ومية المتر، يعني كتعطي فرصة لزاتونتيست، هو ما اكثرهم غدا اتونسيون، لان كاينين 20، كاينين اللي يشوفوا اللي ما كيبغيوش يمشيو في لافولي، كاين اللي يشوفوا اللي هما ممتازين وعندهم دي كورد او دي نيميرو في ليستال كي نو سون با بون، وهادو هما لي زاتونتيست، مي خص يكون عندهم الفينيش لابتيتيد تري سوبل والنفس والركابي. الملاحظة ديالنا الأولى كتقول لكم بأن لاكورس غتكون ديابوليك، انديس دو ديفيكولتي 9، كورس غتكون جد صعبة أو حمقى، مؤشر الحماقة 9. إخوان والأخوات لأول مرة كيلتحقوا بالقناة، كنعودو نجدو بكم الترحيب وكنقولو لكم لورسكيل ديباس لانديس دو ديفيكولتي 8 اون جو افيك بريدونس اي اون مينيميز. الوقت اللي كيفوتنا المؤشر ديالنا او لانديس 9 كنوليو نلعبو بالحيطه والحذر والذكاء، ونحاولو ما امكن ان مينيميزيو باش ندوز الامور بسلام. غادي نمشيو دابا لابواط نوار ديال لاشين، قبل ما ندوزو لابواط نوار ديال لاشين لي انتريسي ان شاء الله بلابونمون، كاين التليفون راه كيدوز على الشاشة 0657 47 17 41 06 57 47 10 41. لي انتريسي بلابونمون مرحبا،
وما تنساوش نتوما دابا خوتي اللي كتشوفوني في هذه اللحظه، حط الدقيقه، حط الدقيقه صاحبي، يلا حرك داك الصبيه ودير لنا البصمه، الله يحفظك اختي وديري البصمه الله يحفظك. يلا الاخوان اللي طلع يبصم وغتكونوا جد مشكورين، شجعوا القناه ديالكم باش تزيد الامام، باش تزيدوا تقلوا لنا الكاهل ديالها بالخير ديالكم. ومن طبعنا ما كنساوش الخير كنرده و بي احسن منه ولله حشمنا. غادي ندوزو دابا ان شاء الله غنمشيو لابواط نوار ديال لاشين لي كاتر نيميرو دو لابواط نوار دو لاشين فاتحه سانتور بور لو كانتي دو 10 2022 ا باري لونشان اي كوم سوي 14 22 et 15. Je répète, 14, 22 et 15, les 4 numéros de la boîte noire. Al-Arqam al-Arba'a, l'Ulba Souda, l'Khassa, Bqanat, Fatih Hassan Tuf, l'Ikhoumassi, Yomihi, Juj, Octobre, Juj, 10, 22, quel est-il? 14, 20, Juj, 15. Ouïd, 14 20 12 15 الأرقام الأربعة للعلبة السوداء. غادي ننتقلوا دابا إن شاء الله غنمشيو لا ديرنيير مينوت، لا ديرنيير مينوت دو لاشين لو نيميرو 14 رقم 14. لو شوفال أكومباني لو نيميرو 2 رقم جوج. لي سوبليمونتير 15 و 11 الارقام الاضافيه 15 11. غادي ندوزو دابا ان شاء الله غادي نمشيو لا ميثود دي جور. La méthode du jour nous a donné deux numéros. Ces deux numéros, soit 1, soit 2, soit aucun à l'arrivée, sont comme suit. 1 et 20. Donc 1 et 20, soit 1, soit 2, soit aucun à l'arrivée. Tariq al-Nahariya, ikhwani akhawati, a'atiyana juj l'arqam. هاد جوج الأرقام هما 21. إذن 20 1 يجي جوج، يجي واحد، يجي حتى واحد. اللهم نقول 21 ياك، حسن ما نقول 20 1. 20 1 جارين علينا ياك. بون 21 راه يجي جوج أو يجي واحد أو يجي حتى واحد. غادي ندوزو دابا ان شاء الله غادي نمشيو لا سيليكسيون ديال لاشين. قبل ما ندوزو ليها نعاودو نذكركم ان الذكرى تنفع المؤمنين. بسموا القناه ديالكم حفظكم الله. اللي طلع الخوت يبصم، راه اليوم الفيديو ما كانوش فيه البصمات بزاف رغم ان المشاهدات طلعوا شي شويه. كنشكر كاع الناس اللي كيتابعونا وكيشجعونا، كنقول لكم شكرا. مي راه لي لايك ناقصين. حاولوا 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 شتي، مازالكو كانت غالا مواتي ديال داك العدد راه كتكون امور زوينه. كتلقى 2200 و2400 مشاهده، يلا كتلقى فيها 160 ولا 170 ديال لي لايك، علاش زعما؟ يلا الخوت الله يحفظكم، ما تخسروا والو. بنادم كيتفرج كيشوف كيستافد، ما فيها باس الا حط الدبيبيزه ديالو. دونك لي لايك الله يحفظكم. دونك لا سيليكسيون دو لا شين فاتحه سنتور بور لو كانتي دو 2 10 2022 اي كوم سوي 14 15
2, 6, 13, 20, 11 et 17. Je répète, les 8 numéros de la sélection de la chaîne Fatiha Ceinture pour le quintet du 2 octobre 2022 à Paris-Longchamp est comme suit. 14, 15, 2, 6, 13, 20, 11 et 17. Je répète, أو أعيد. الأرقام 8 لخماسي يومه جوج أكتوبر جوج عشرة 22 لقناة فاتحة سنتيرف كالآتي: 14 15 جوج 6 13 20 11 17. Les chevaux surprises de la chaîne 4 et 16. Les chevaux surprises de la chaîne 4 et 16. الأرقام المفاجأة ديال القناة 4 4 16. الأرقام المفاجأة ديال القناة 4 16. لو بتي شوشو دو لا شين أو الرقم الصغير اللي كيكون تحت الأرقام المفاجأة لو نيميرو 12 رقم 12. غادي ندوزو دابا إن شاء الله غنمشيو للملاحظة الأخيرة. شقها الأول بالنسبة للسويفي أو الأرقام المتتالية لا شيء يذكر، إلى جا سويفي راه غيجيبو اللعب، بالنسبة لاحتمال القناة ما كاينش. الشق الثاني والأخير من الملاحظة الأخيرة كيقول probable un toc ou un outsider en tête. Sinon, le TSC va payer bien. Donc, le TSC va être piégé. Ou mal rhum qui me kangoulo. Donc, il peut y avoir un toc ou outsider دون لو تيرسي في التيرسي لداخل. دونك ردو البال، راه الا ما كانش توكار ولا لوتسايدر اون تيت راه لو تيرسي غيكون ملغوم الخوت. حاولوا تقلبوا على لو تيرسي غدا غادي يخلص.